ونحن في خضم الاحتفالات بالعيد الاستقلال والشباب، نغتنم فرصة وجودنا في هذا الصرح العلمي الذي نفتخر به بما حققته من إنجازات. قلت أغتنم فرصة تواجدنا لنتذكر ونترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس لنتنعم ونعيش بإياكم في كفن الجزائر الحرة المستقلة. وبهذه المناسبة أهني كل من ساهم من أساتذة وإطارات وعمال في تربع جامعة محمد بن زياد بالمرتبة المشرفة على المستوى الوطني والدولي. حيث كانت الغرفة من أوائل الذين وقعوا اتفاقية عمل وشراكة، ويكون بموجودها تنظيم التقايات أيام إعلامية ندوات أبواب مفتوحة ومعارض تصب كلها في التقارب الجامعي بمحيطها الاقتصادي. وبذلك تكون الجامعة قد ساهمت بقدر كبير في دفع الحركة الاقتصادية، وإلزاما منا أن نعرج على ما تقوم به دار المقاولتية وحاضنة الأعمال، وبالتالي نهني المشرفين عليها. وكل ذلك لم يكن ليجسد لولا القيادة الحكيمة والتسيير المحكم للسيد بدار كمال مدير الجامعة وطاقمه الذي نحييه من هذا المنبر ونرفع له كل آيات التقدير والاحترام. وما وجده من دعم ومرافقة من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عبد القادر الجلاوي والي ولاية تمثيلة الذي يسعى دائما بتوجيهاته الرشيدة ومتابعته المستمرة لجميع القطاعات. وقد لاحظ المواطن المسيني تغير إيجابي على جميع المستويات، وذلك لتجسيد برنامج السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والذي يصب في مسعى الجزائر الجديدة. أبنائي الطلبة، أتوجه إليكم في نهاية الموسم الدراسي الجامعي والذي كان مليئا بالتعب والتفاني والمثابرة بكل آيات التبريكات، والشكر على ما بذلتم طيلة السنة. أبنائي، أنتم المستقبل، أنتم العباد، أنتم فخر الجزائر، وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد. وأقولها لكم إن أبواب الغرفة مفتوحة على مصراعيها لمرافقتكم وتوجيهكم ودعمكم. شكراً على الإصغاء. تحية الجزائر، المجد والخلود شهادة الأبرار.